البطيخ، المشي، الخوخ والعنب فواكه تعرض حاليا بكثافة بأسواقنا ويقبل على اقتنائها بعض المستهلكين الذين يشتهون تذوق نكهة هذه الفواكه، مع العلم بأنها تتواجد قبل موعد نضجها الطبيعي، فيما يمتنع البعض عن استهلاكها إلى حين حلول موعدها خوفا من تأثيراتها على الصحة. والحاجة ملي كتكون الناس كتبغي تشري كتبغي تذوق تشوف زعما الفاكهه هذه اللي كتخرج بلا وقت، نورمالمون الانسان ما خصوش يستهلكها. علاش؟ لان ما كنعرفوش شنو، ماشي وقت هذاك، ربما تكون ضرر الانسان ولا شي حاجه، والحاجه اللي ماشي بوقتها راه ما خصهاش تستهلك. هذا عندك السويله دابا مثلا كتكون نورمالمون كتكون في الصيف، ما تقدرش نشري انا هذاك السويله، لا ماشي وقته هذا. تحتوي الفواكه على قيمة غذائية عالية كونها توفر للجسم كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات، لكن استعمال بعض المزارعين لمواد تسرع نمو ونضج هذه الفواكه كالأسمدة والبيوت البلاستيكية يطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى جودة هذه الفواكه وفوائدها الصحية. انا تنصح الناس من الاحسن ياخذوا الفواكه ديال الموسم. علاش؟ حيت باش داك الفواكه اللي ماشي ما تناخذوهم من برا تيجيو في الطياره ولا في الكاميونات، اما تنعملوهم داك اللي تنسميهم داك لي سير ارتيفيسيال تنسخنوهم، الا ملي تيجيو بحال دابا في الكاميو ما تيطيبش طبيعي، تيطيب في الكاميو، هما ماشي مضرين للصحه. اللي فيهم المشكل اللي فيهم هي تتمشي لهم حتى 70% ديال الفيتامينات، وهذه خسارة. وحتى نتجنب حدوث خسارة في نسبة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي توفرها هذه الفواكه لجسم الإنسان، ينصح بانتظار موعد نضجها الطبيعي ووقتها المعتاد، وإلا لمدى سميت بالفواكه الموسمية. للتجميل عدسات لاصقة بأسعار بسيطة جدا، والألوان قد تكون واجهة تغري نساء يبحثن عن التغيير، والتغيير قد يكون مكلفا إذا تعلق